مرحبا بكم متابعي قناه الوانكم من جلال شوارع مدينه الرباط. سولنا الناس علاش كثر الاجرام في المغرب وكان هذا هو الجواب ديالهم. اللي كيقتل با واللي كيقتل مورا الدواده فهمتيني الدوب واو داك العالم اللي تيجيبو من الجزائر اللي تيدخلو هما. واما حاجه اخرى عاوتاني بسبب الفقر عاوتاني كاين شي وحدين عاوتاني بسبب الفقر كاين الاجرام ما كاين والو. بنادم راه يلقى ما ياكل ويلقى ما يصرف راه ما يخرج ما يجريسي ما والو جنويه ما والو. بنادم خدام بخدمته وكذا علاش يمشي يدير هاد الاجرام ويدير هاد الشيء. والفقر اختي راه هو سبب هاد الشيء هذا واصلا هادشي كامل سبب هو الفقر. بنادم حتى هادوك اللي تياكلوا الدواء راه هي الفقر حتى هو. بنادم تلقى ما عندوش كذا تيمشي تيلو حبه ما تيبقاش يبان له حتى شي واحد يمشي يقصد اي واحد يحيد له رزقه. الاجرام العديده منها الفقر وعدم المستوى التخلي عن الدراسه من الابتدائي والمخدرات والجهل. الجهل هو السبب الرئيسي في الشباب اللي كيمارسوا الاجرام والتعدو وعدم الاحترام المسؤوليه وما كاينش الخوف حتى الامن الوطني ما تيديرش الاعمال ديالو الصالح كاين الرشوه. واحد كيقتل مو واحد كيقتل هذا الشيء اسباب ديالو الاسباب ديالو هو والمخدرات والهلواسه من القرقوبي حيت ما تيحاربوش الهلواسه باقي حاليا كيتباعوا في الذوبه وفي الزناقي كيتباعوا السيليسيون. السيليسيون داير 20 درهم البواطه اللي شاف تيبيع 20 درهم بواطه ديال السيليسيون بس باش يمشي يمشي للمدرسه يقرا الدراسه ديالو يتابع الدراسه ديالو ويدير الرياضه ويتبع الناجح تيمشي السيليسيون والحشيش وتيمشي تيدير مشاكل مع الاخت ديالو مع العائله ديالو مع المجتمع ديالو ما تيراعيش ما تيدير مع الناس الاسباب. وهذا اللي غادي المؤسسات والجمعيات والوزاره وصحاب الحقوق وهادو حتى واحد ما بغى يتدخل بغى لينا الشيء هذا وهذا الشيء هو السبب الرئيسي ديال الاجرام. لهذا فاش تحاربوا الاجرام كاين طرق وكان الوزاره الوزير وكانوا السلطه وكانوا كتقوم بالواجب ديالها ما يكونش عندنا الاجرام يكون الاحترام ويكون المدارس متوفره وما يكونش حتى في كورونا ما تبقاش. ولكن اسباب عديده مع عمرها غادي تحارب. لهذا من هذا المنبر هذا تنقول لجميع الشباب والاباء والامهات باش يتابعوا الاطفال ديالهم ما يبقاوش ينهملوهم ويخليهم يمشيوا للهاويه ويمشيوا للاجرام ويمشيوا ما يراقبوهمش يدخلوهم يمشيوا للتيرات الملاعب يمشيوا يدوا معاهم القرقوبي ويدوا معاهم بزاف ديال الامور. ولهذا هنا عندي صافي هنا تنسالي النقاش ديالي. التبرير ديالي لهذا الموقف هذا نسيت تعرفي الظروف الحاليه اللي واصله ليا البلاد في الظروف ديال كورونا وكسرت البطاله وكسرت هادشي ديال الترويج ديال المخدرات وبزاف ديال الهلوسه هي اللي ستؤدي لهاد الاسباب ديال هاد الاجرام هذا في هاد البلاد هذا. هاد الاجرام وهي السلوكات ديال الانسان تبدلات مؤخرا ما بقاش هذاك السلوك اللي بقى اللي سيعرفوه المغاربه هو شويه المنحنى تبدل كثره التجاره ديال هاد الاقراص الهلوسه وعدم الانضباط هو السبب ديال هاد الاجرام. ولكن كنشوفوا جرائم ضد الاصول. ضروري ضد الاصول لان راه الفقر اللي وصل ليه هاد المجتمع راه ولا ضد الاصول ضروري راه انت الاسباب راه واضحه. الخدمه الاول ولا طوى القرقوبي والحشيش وراه حالك. كيبان لك هذا هو السبب ديال الاجرام؟ ديال الاجرام ما كايناش خدمه هكا باش كيولي الاجرام وكيولي الارهاب. اولا ما كايناش خدمه كيولي الارهاب كيتكون الارهاب. هادشي اللي كاين اختي والله يسهل عليكم والله يعاون عليكم الاخوان. علاش وقعدنا الاجرام في المغرب بزاف؟ لان المغرب فيه التشرد بزاف وكثره البطاله هي اللي جعلت هاد الاسباب ولا الاجرام بزاف وتيستعملوا دوك الاقراص ديال المهلوسات والمخدرات واسباب عديده. وشكرا. اش غنقول لك هذوك الحبوب تبقاو من الراي الاوليه ديك الحبوب والمخدرات وكذا عاوتاني تجاوب العائله. كون كانت العائله بحال كموفره لك شي تبغي بحال مثال الحنان يقدر بحال كما يرتكب شي جرائم وكذا فهمتي. ولكن اش غادير الظروف تتجعلو يدير بحال هكا الله يعفو على اي واحد. شي السبب داتشي كله هو ديك الحبوب الهلواسه اللي للاسف كتدخل لنا من برا ولا الله اعلم. المهم المخدرات هاد الامور كيسان كيفقد السيطره وكتحيد المرونه ديال الشباب ما كيبقاش عاقل على راسو. المراه كتكون عندها مشاكل مع الزوج ديالها اما مدمن اما الفقر اما بزاف ديال الحوايج صافي الانسان كيجي الغضب كيدير شي حوايج ما خصوش يديرها. وللاسف حنا دوله اسلاميه
كيجيبي زعما كنطلب الله من المسؤولين وداك الشيء يتحركوا في اقرب وقت، لان هادو الشباب ديالنا راه ولادنا احفادنا صراحه، باش يصلحوا هذا الفساد اللي هو ولا منتشر بكثير. حنا راه دوله اسلاميه ماشي دوله عاديه زعما نجهلوها، راه دوله اسلاميه. للاسف هاد الامور ماشي ديال الدين ديالنا، والمؤسف من هادشي كله هو ان نبي الله كان اطيب خلق الله، وحنا بدينا نديرو شي حوايج اللي ماشي ديالنا، فهمتي؟ هذا سبب ديك الشيء، ديك المسائل اللي كتدخل للشباب كتحيد المرونه ديالهم، هما اللي كيجعلهم ما كيعقلش على باه شكون هو، كيجيب باه انسان عادي ولا مهم انسان عادي ولا ولده ولا بزاف ديال الحوايج، راه حتى الهشاشه والضوء والفقر راه كيما تا كيلعبوا واحد الدور. طلبنا الله باش الناس يشوفوا من حالة هاد الناس، لان المسلم راه واجب عليه باش يشد بخوه المسلم يساعدو ويوقف معاه بلا ما توصلو شي ظروف. ولكن هاد الوقت هادي بدينا نشوفو حتى الجيران ما بقاش يدخلوا، ما بقاش يسولوا على الجار، ما والافتكاك في العائله ولا غير راسي راسي، سبحان ربي الكريم، الله يهدي ما يشاء.